مشاهير يلا في جوكر؟ لا تاريخ والسؤال هو من هو قائد جيش المسلمين في معركة أوليس عام 12 هجريا؟ اتسمت بمعركة نهر الدم، انتصر المسلمين فيها على تحالف بين النصارى العرب والروم والفرس، كانوا بقيادة جابان، قصاد مين؟ خالد بن الوليد. خالد بن الوليد إجابة صحيحة. خالد بن الوليد أول عشرات لمدرسة البشاير، والنتيجة تعادل 10-10.